مخفضة. نروح لخبرنا الثالث والأخير من جريدة الشروق تحت عنوان رئيس جنرال إلكتريك. الدفعة الأولى من القطارات تصل مصر في 2018. الخبر بينقل تفاصيل الصفقة الأخيرة اللي نجحت وزارة النقل في توقيعها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع. الصفقة دي بقيمة 575 مليون دولار وما بتركزش بس على المعدات وإنما كمان على تطوير العنصر البشري. الاتفاقية بتتضمن تنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندس وفني في هيئة سكك حديد مصر، وكمان فيها عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة لتوفير قطع الغيار والدعم الفني للقطارات الجديدة، بالإضافة ل 80 قطر موجودين وشغالين حاليا. الدفعة الأولى من القطارات الجديدة توصل السنة القادمة، عددها 25، نصها هيتم تجميعه جزئيا في مصر والنص الثاني هيورد كامل الصنع من أمريكا.